السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تأسيس جرامر. تكلمنا في الفيديو الماضي عن الأسماء التي تعد، وعرفنا إزاي نجمع الاسم وإزاي تتعرف على الاسم الذي يعد وإزاي تستخدم آ وآ. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن الأسماء التي لا تعد. يعني إيه لا تعد؟ يعني ما ينفعش تجمعها، ما ينفعش تحط لها اسم، هي مجموعة من نفسها كده. دي عبارة عن شوية أسماء كده ورا بعض هنتعرف عليهم النهاردة إن شاء الله، وهشرح لك ليه إحنا قسمنا الأسماء لأسماء تعد وأسماء لا تعد. يلا بينا. عندك أنت أول حاجة السوائل، السوائل دي لا تعد. زي إيه السوائل يا مستر؟ زي عندك كلمة water، ماء، سوائل. وانا قلت لك في فيديو قبل كده ان water او water او water زي ما انت عايز، او water بالبريتش اكسنت. طيب جوس، عصير، برضو ده سوائل ما ينفعش انك انت تعده، ما ينفعش انك انت تجمعه. عشان كده لما اجي اعمله معامله ايه؟ المفرد. اعمل معامله ايه؟ المفرد. تي، شاي، كوفي، قهوه، اويل، زيت، سوب، شوربه، وصوب ده كده الصابون، برضو دي لا تعد. سوب الشوربه، صوب الصابون. بلاد دم، ملك اللبن. يبقى اذا كل السوائل يا مستر اسماء لا تعد وتعامل معامله المفرد. طيب بعد كده عندك جازز الغازات، برضو لا تعد. زي ايه؟ زي اكسجين، اكسجين الاكسجين، هيدروجين، هيدروجين، نيتروجين، النيتروجين، كربون دايوكسيد، كربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون. يبقى اذا كل الغازات اسماء لا تعد وتعامل معاملة المفرد. ميلز الوجبات لا تعد، زي بريكفاست الافطار، لانش الغداء، دينر العشاء، سابر اللي هي وجبة خفيفة بعد العشاء، أو عامة وجبة بعد العشاء كده اسمها سابر. طيب بعد كده المواد الدراسية أسماء لا تعد، زي إيه؟ زي هيستوري، هيستوري تاريخ، بيولوجي، بيولوجي اللي هو الأحياء، فيزيكس، فيزيكس الفيزياء، برضو المواد الدراسية لا تعد. اللانجوجز اللغات لا تعد وتعامل معاملة المفرد، زي انجلش، عربيك، فرنش، جيرمان. انجلش اللغة الإنجليزية، عربيك اللغة العربية، فرنش اللغة الفرنسي، جيرمان ألماني. الأنشطة المختلفة زي reading القراءة، دايما أنت بتحط الـ ING دي للفعل علشان تجيب منه الاسم، زي read يقرأ، reading القراءة، smoke دخل، smoking التدخين، shop يتسوق أو محل، shopping التسوق، write يكتب، writing كتابة، studying الدراسة، eating الأكل، يبقى smoking التدخين، يبقى دي كلها إيه؟ أنشطة. shopping التسوق، writing الكتابة، studying الدراسة، eating الأكل. كل دي يا مستر أسماء لا تعد، يعني ما ينفعش إنك أنت تجمعها وتعملها معاملة المفرد. السبورتس الرياضات زي فوتبول كرة القدم، باسكتبول كرة السلة، swimming السباحة، handball كرة اليد. طيب عندك اسماء بعض المواد، اسماء بعض المواد زي لما استخدمها بوجه عام، لكن لما اخصصها ممكن تنفع تتجمع، زي جلاس الزجاج، ايرون، ايرون القمشة تجرار معناها الحديد، ساند رمال، شجر، شجر سكر، وود، وود خشب، سايل تربة، ستون الحجر.
عندك الظواهر الطبيعية اللي هي ناتشورال فينومينا زي اللايتنينج. لايتنينج ده اللي هو البرق، ده برضه لا يعد. هيت الحرارة. سنو الجليد. رايت الضوء. ثندر الرعد. رين مطر. طيب عندك الابستراكت نوعاً الاسماء المجرده، يعني اسماء مجرده يعني اسماء مش ملموسه ما ينفعش انك انت تمسكها او تلمسها او تشوفها، زي honesty. honesty is silent الامانه. hope الامل. beauty الجمال. hope المساعده. love الحب. confidence الثقه. peace السلام. poverty الفقر. progress التقدم. في اسماء تاني برضو، news الاخبار. news دي تعامل مع عملة المفرد، اقول news is مش are. music الموسيقى. rubbish كمامة. advice نصيحة. information معلومات برضو تعامل مع عملة المفرد. information money cloth قماش. cloth okay. bread الخبز. طيب بص معايا في الحاجات دول كده على السريع. عندك فيو دي معناها قليل، اجيب بعدها اسم جمع، يعني اسم يكون جمع، ما ينفعش اجيب بعدها اسم مفرد ولا اسم لا يعد. بص معايا في المثال. there are few books يوجد كتب قليله. يوجد كتب ايه؟ قليله. لو لاحظت ان انا جبت بوكس هنا جمع بعد فيو معناها قليل. في طبعا تعمق اكتر في الجرامر عندكم، وفي افيو وفي حاجات تانية كتير، بس انا بديك الحاجات اللي هتمشي معاك علشان انت ما تاخدش جرامر زياده وتتعقد خالص. يعني انا مش هقدر اتعمق لك جدا في حته القواعد. ميني معناها كثير، واجيب بعديها برضو اسم جمع. بص معايا في المثال. there are many books يوجد كثير من الكتب، او يوجد كتب كثيره. little معناها قليل، معناها ايه؟ قليل. واجيب بعديها اسم لا يعد، اسم لا يعد زي ايه؟ there is little water يوجد ماء قليل. يبقى انت لو لاحظت هنا ان انا جبت كلمه little وجبت بعديها اسم لا يعد، اسم ايه؟ لا يعد. طيب الملحوظه الثانيه much معناها كثير، واجيب بعدها اسم لا يعد، اسم لا يعد زي ايه يا مستر؟ there is much water يوجد ماء كثير. some دي معناها بعض. اجيب بعدها يا اسم جمع يا اسم لا يعد، يا اسم جمع يا اسم لا يعد، يبقى هتجيب يا عدد جمع يا كميه. زي ايه؟ انا املك some money بعض المال، يبقى هنا money لا يعد، أنا أملك بعض المال. أو I have أنا أملك some books بعض الكتب، الكتب جمع يبقى some، أجيب بعديها اسم جمع يا اسم لا يعد. any معناها أي، بستخدمها في حالتين يا مستر، في حالة السؤال وحالة النفي، بجيب بعديها اسم جمع أو اسم لا يعد. زي إيه بقى في حالة النفي؟ I don't have any money أنا معياش أي فلوس، وده حقيقة. I don't have any money مش معايا. Do you have any money؟ هل تملك أنت بقى فلوس؟ تديني شوية. Do you have any money؟ أو Do you have any books؟ لو لاحظت إن أنا جبت بعد إني اسم لا يعد اللي هو الماني، وكمان ممكن أجيب اسم جمع. نخش بقى على الملحوظه اللي بعد كده. هاو ماتش، ودي بسال بيها عن الكميه، يعني اقول لك كم كميه كذا، يعني بسال بيها عن الاسم الذي لا يعد. وهاو ميني كم العدد، بسال بيها عن الاسم الذي يعد. بص معايا في المثال. هاو ماتش كم كميه ماني المال، هاو ماتش ماني
Do you have كم كمية الفلوس اللي عندك؟ أو ممكن أقول how much juice do you have؟ كم كمية العصير اللي أنت بتشربها؟ How many؟ كم العدد؟ على العكس دي how much كم الكمية ودي how many كم العدد؟ من اسمها يبقى أجيب بعدها عدد، يعني هجيب اسم جمع زي how many books do you have؟ كم عدد الكتب اللي عندك؟ أو ممكن تقول how many brothers كم عدد الأخوات do you have اللي أنت عندك؟ يبقى أنا اتعرفت في الدرس ده النهارده عن الأسماء التي لا تعد، وقلت لك إيه الأسماء التي تعد السوائل والغازات والأسماء المجردة والمواد الدراسية وحاجات كتير أنت لازم تعرفها عشان تعرف تعمل الاسم ده هو إيه، إذا كان مفرد أو إذا كان جمع، أو اللي ينفع تجمع الاسم ده ولا ما ينفعش إنك أنت إيه تجمع. واتعرفت على فيو وميني وليتل وماتش وسام وإني وهاو ميني وهاو ماتش، وبيست بين الاثنين، وكده اكون وصلت لنهايه الفيديو. اتمنى الفيديو ينال اعجاب حضراتكم، واتمنى ان انا اكون بفيد حضراتكم. ولو انت مش فاهم حاجه ممكن تكتبها لي في التعليقات او في الكومنت، وانا ان شاء الله هرد عليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.